السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاءتني مرة أم مع زوجها، وكانت تشتكي أكبر أبنائها اللي كان عمره في ذلك الوقت 9 سنوات. تقول انه كل ما هذا الطفل، طبعا هي كانت تشتكي من كثره اخطائه وانتكاساته، يعني تتفق هي وياه على سلوك معين بعد شوي ينتظم فيه، بعدين يرجع ينتكس زي ما يقولوا، ترجع لما لعادتها القديمه. هذه الأم كان واضح تماما وعيها، وكانت حريصة على تعليم هذا الطفل معايير السلوك الخاطئ، يعني كيف يعرف أن هذا السلوك خاطئ حتى لا يقع به. بمعنى آخر، تبغى يحط يده على الأسباب التي تجعل هذا السلوك خاطئا، وتحدد نتائج السيئة من منطلق قول الله عز وجل: وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كنت أحاول في بعض الأحيان تقول إني أربط الممنوع بالحرام، لكن مو دائما. فسألتها: إيش السر اللي يخليك يعني تقللي من عملية الربط هذه؟ قالت: أنا كنت أبغى ابني يحب ربنا مو بس يخاف منه، أنا أبغى مساحة الحب عنده في هذه العمر المبكرة تكون هي الأساس. وافقتها على وجهة نظرها، لأن هذا من الناحية النفسية صحيح 100%. وبعدين هي أضافت لهذا الكلام، قالت: يوم اللي ابني كبر شوية بدأ فعلا يعي هذه المسألة، يعرف أنه السلوك الخاطئ سلوك له أضراره. إلا أنها تقول: إني أنا كنت يعني دائما وأبدا أطمح في أنه يلتزم بهذه القواعد ولو من سن مبكرة، ومع أنه يعني حتى لا أظلم حق ولا أظلم ولا أنقص من قدره أو حقه، تقول كان يلتزم، لكن يعني ترجع مرة ثانية إلى عادته القديمة، ويرجع يغلط في نفس الأخطاء ويقع فيها مرة ثانية وكذا. فتقول لي: أنا مستغرب ليه يا دكتور هذا يحدث؟ قلت: يا بنتي، هذا الأمر مو بس عند ابنك، كلنا يوم اللي كنا في مثل عمر، وانت لما كنت في مثل عمر ترى احنا ما احنا ملائكة يعني، ولا عمرنا حنصير ملائكة، وإلا كيف يمكن قراءة قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطأ؟ ما في أحد يطلع من بطن أمه 100% صح، وحتى ما إلى هذه اللحظة وإحنا كبار
بالستين والسبعين وأقل من ذلك وأكثر من ذلك نقع في الخطأ. لكن الطفل طبعا وقوعه في الخطأ المتكرر نتيجة طبيعية لأنه هو ذاكرته قصيرة، بالتالي التعليمات اللي توصل له من الأم ولا من الأب ولا من المعلم ولا من المعلمة من أي مربي من أي كبير ينساها، الذاكرة حقته محدودة. أكثر من ذلك علاقته بالزمن ما هي زي علاقة الكبار. الطفل اللي يعيش في إطار الحاضر، الماضي بالنسبة له ينسى والمستقبل ما يتواضح معالمه. ولذلك تعليمات الكبار تضيع منه بفعل النسيان، وهو بحاجة إلى وقت حتى تتكون عنده القيم ويتكون عنده الضمير. الضمير اللي هو زي ما بيقولوا نائب الأب ونائب الأم ونائب السلطات الاجتماعية اللي تحط كل هذه القواعد والقوانين. فقالت لي بس والله يا دكتور صراحة أتعبني بهذه الانتكاسات المتكررة. قلت طيب يعني هل وجدت حل؟ فابتسم الأب وقال نعم والله إنها يعني ابتكرت حل من أجمل الحلول وخليها تحكي لك عنه. فبدأت السيدة تتحدث تقول يوم من الأيام كان ابني لابس بنطلون أبيض وأنا لابس ثوب أسود، ما أدري إيش اللي خطر في بالي، رحت جبت قلم راس وعريض وحطيته على بنطلون وكده وسبته، قام الحبر الأسود امتص البنطلون والوقعة كبرت، فصار يصيح يا ماما وسختي لي بنطلون ايش بتسوي؟ قالت له شايف هذه النقطة السوداء؟ هذا الغلط، شايف بنطلونك الأبيض النظيف الجميل؟ هي كده ربنا يخلق البشر نفوس نظيفة وبيضة وحلوة ومن أجمل ما يكون، كل ما غلطوا تيجي نقطة سوداء على البنطلون. طيب بس انت وسختي بنطلوني. قالت له طيب تعال تعال، حط تقول حطيت القلم على ثوبي، هو الثوب اسود فما بان. قال له طيب ثوبك انت اسود ما يبان في هذه الاوساخ، لكن شوفي كيف بدات لي ثوبي. قالت لي هو ده اللي يحصل لو انا فضلت احط كل ما انت غلطت غلطة حط نقطة ونقطة ونقطة، تعرف ايش اللي حيصير؟ حيصير بنطلونك الابيض عبارة عن بنطلون اسود وبعدها ما عاد يبان فيه شيء اطلاقا. تقول كأنه يعني كده لسعة كهرباء جاته. قال طيب هذا البنطلون كيف حننظفه دحين؟ قالت له زي ما ننظف الغلط، الغلط بالتوبة والرجوع عنه، ربنا عز وجل يمسحنا هو وينظفه، والبنطلون نغسله. لكن توضحت عندك الفكرة تقول ابتسم وقال صح
صار في بيني وبينه زي الرمز، كل ما اشوفه مقبل على غلط اطلع فيه اقول له فلان تبغى ثوبك ابيض ولا اسود؟ يقوم يبتسم يقول لا يا ماما انا ابغى الثوب يكون ابيض. وهكذا هذه الام، هذه السيده نجحت في انها تعلم ولدها قاعده. لو جينا الان لقصه في السيره معروفه راويها او بطلها حتى، مو بس راويها، هو الراوي وهو البطل اللي هو انس بن مالك، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من احسن الناس خلقا. طبعا بين قوسين بس اقول انس خدم النبي عليه الصلاه والسلام حوالي 10 سنوات، وهذا الذي الان يرويه هو قصه من القصص الكثيره التي عاشها مع المصطفى. يقول ارسلني يوما لحاجه، فقلت والله لا اذهب، وفي نفسي ان اذهب لما امرني به نبي الله. طب ليه هذا التناقض؟ حتشوفوا الان. فخرجت حتى امر على صبيان وهم يلعبون في السوق. هذا هو السبب، هو يبغى يروح عشان يلبي امر النبي عليه الصلاه والسلام، ولكن المشكله انه في اغراءات قدامه في السوق، في اطفال زيه يلعبوا. فيوم اللي شافه مندمج معهم نسي الهدف اللي النبي عليه الصلاه والسلام من اجله ارسله. يقول فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي، مسكوا من كتوفه من الخلف، فنظرت إليه، التفت له فوجده يضحك. فإيش يقول له النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول له يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ يقول أنس قال قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله. في ذيك اللحظة هو خلاص بدأ يمشي، فيقول أنا أذهب يا رسول الله. هذه قصة على المستوى النفسي والتربوي تتطلب وقفة، ووقفة التأمل. طبعا أنا الطفل في روايات له خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، وفي روايات خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. 9 ولا 10 أيهما يعني كان ليست مشكلة كبيرة، لكن الطفل 9 سنين و10 سنين طفل له رغبات الأطفال الآخرين، يحب يلعب ويروح، يحب يكون مع أصحابه. فاللي يؤكد هذه الرغبات وهذا التناقض أقسم أن لا يذهب، وفي نفسي أن أذهب. إيش الحكاية؟
نتمنى ان احنا نقف عنده، انه طفل وليكن واحد من ابنائنا، قلنا له روح للدكان، روح لعمك، روح لخالك، روح لي، ارسلنا لهدف معين، لمشوار معين. وفجأة واحنا خارجين من البيت شفنا بيلعب مع العيال، مع البزورة، مع الأطفال، مع الصبيان اللي هو. لاحظوا اللي سواه النبي صلى الله عليه وسلم، لمسه. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي، لمسه. لما التفت وطالع في وجهه وجده يضحك، فنظرت إليه وهو يضحك، لمسه بضحكه. مو قال له يا ابن زي ما يقول كثير من الآباء، أنت تلعب، أنت تركت اللي أنا قلت لك عليه، أنت طلت، ولا موشحات من هذا القبيل، ولا محزون. داعب يا أنيس. احنا متى نقول لأولادنا كلمة الدلع هم في قمة يعني تنفيذ ما نريد؟ هذا لا، هذا عصى أمر، نسي، خالف، ومع ذلك يدلع. لمسته وضحك له وبعدين داعب. ثم سأل سؤال وهو سؤال محايد تماما، ما في اتهام. أذهبت حيث أمرتك؟ فيجيب أنا أذهب إن شاء الله يا رسول الله، أو في الرواية أنا أذهب يا رسول الله. ما قرر ولا قال له أنت لعاب، ولا قال له أنت فيك، ولا يخطيك، ولا صفتك، ولا نعتك، لا تتهم، لا حكم، لا قرر، لا أساء الظن، ولا شيء من هذا القبيل على الإطلاق. أحسن الظن فيه وسأل السؤال المحايد. سؤالي الآن لكم جميعا، هل لهذا السؤال واللمسة والضحك والدلع دور في صدق أنس؟ احنا كلنا واحنا صغار يمكن لو حطينا امام موقف فيه علامات الرعب من الاب ولا من الام ولا من المعلم، على طول ندور لنا على كذبة. ليه النبي عليه الصلاه والسلام فعل هذا الفعل؟ فعل هذا الفعل لسبب جوهري بتقديري، هكذا اقراه، لأنه يريد أن يعلم أنس كيف يكون صادق. والدليل أنه صدق. هذا الموقف في الحياة اليومية يتكرر، يا كثر المرات يتكرر بها. فاللي يبغى يخلي أبنائه في إطار عام يعينهم على الصدق، فليتذكر هذه النقاط: اللمسة والابتسامة والسؤال المحايد وعدم العتاب وعدم الملامة. ابعدوا عنه، لأنه عدم العقاب بكل صوره، العقاب
الصور اللفظي والبدني والتكشير وإلى آخره، هذا كله يعين، عدم العقاب يعين أن يكون الطفل صادقا. وفي النهاية تشكل شخصية أنس ضمن هذا الجو من الحب. كم مشهد وكم موقف نمر فيه إحنا وأولادنا في الحياة إلى ما يصيروا كبار؟ آلاف آلاف مؤلفة. ولو رجعت عشان تقرأوا الأحاديث اللي تدور حول هذه المسألة أو حول هذا الموقف، أنا شخصيا يوم اللي رجعت وجدت ست روايات يعني فيها قواسم مشتركة. خلاصتها لما استعرضتها وجلست اشوف ايش القواسم المشتركة، وجدت الآتي: لم يقل المصطفى عليه الصلاة والسلام لأنس بن مالك طوال فترة خدمته للنبي عليه الصلاة والسلام أف قط ولا مرة. يضيف ويقول: ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا، ليه سويت كذا، أو لما لم تفعل كذا، أو لشيء تركته لما تركته، ولا أنت أسأت، ولا بئس ما صنع، ولا عاب علي شيئا قط، وما سبني سبة قط. الخلاصة قضية يعني تحتاج إلى التوقف. كيف نجح النبي عليه الصلاة والسلام أن يربي بهذه الطريقة؟ لا عتاب، لا ملام، لا أوف، لا لي سويت، لا لي عملت. أنا ما أقول 9 سنين وعشر سنين، ولا أقول 9 شهور، ولا أقول 9 أسابيع، ولا 9 أيام. مين منا اللي يقدر يربي 9 ساعات مع أبناءه وما يقول واحدة من مثل هذه الكلمات؟ إيش السر؟ السر يكمن في أن كثرة الملامة والعتاب والتأنيب تهز شخصية الطفل وتجعل ثقته بالنفس ضعيفة. نعم، فطالعت وأنا أروي هذه الروايات كلها، هذه السيدة، هذه الأم، طالعت في مندهشة وقالت: ممكن واحد مننا يقدر يوصل إلى هذا المستوى؟ قلت: نعم، لأن سلوك المصطفى عليه الصلاة والسلام إنما جعل ليكون قدوة نقتدي بها، مو عشان نتغنى بها ونمتدحها فقط ونوقف عندها. لا، هذا المصطفى عليه الصلاة والسلام لو أراده الله أن يكون غير البشر لجعله من الملائكة، لكن جعله بني آدم يجوع ويعطش ويتعب ويتألم ويمرض ويغضب. في حديث يقول: إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر. طالما أنه نجح في أن يفعل كل هذا ليكون قدوة لنا، علينا أن نقتدي به ونقتدي
منزعجة أمه منه، هدأتها وراحت في حالها وناديته. كان قبلها بيوم كانت أرسلت لي رسالة عبارة عن مقال وصلها، كتبته سيدة كويتية سبق لها وأن درست في كندا، وتحكي قصتها أو قصة رحلتها، رحلة العودة إلى كندا لزيارة بعض صديقاتها. تقول اليوم اللي وصلت كندا بديت أبحث عن أصدقائي وصديقاتي، يعني صديقاتي القدامى اللي كانوا هناك، وقالت ملحوظة، قالت ونحن في كندا كانوا اللي يعني يقرعوا أبواب العرب غالبيتهم مدرسي قرآن، مدرسي عفوا موسيقى ومدرسي لغة إنجليزية، عشان يدرسوا لهم أولادهم موسيقى ولغة إنجليزية، في حين أن أبناء البيوت الهنود كانوا اللي يقرأوا أبوابهم هم مدرسي القرآن. هذه أول، هذا في بداية المقال. ثم قالت سألت إحدى صديقاتك العزيزات عن أبنائها الاثنين، إنه هل يعني خلصوا الثانوية؟ فقالت نعم أنهوا الثانوية ومنذ مدة بسيطة جدا، وأرسلناهم للهند لمدة سنتين حتى يحفظوا كتاب الله ثم يعودوا. هذه المقالة قرأتها مع ولدي، ما علقت، قلت له تعال في مقالة في رسالة جاتني تعال نقرأها أنا وياك، وقرأتها كما قرأت أو كما رويتها لكم، وبعدين قبلته طبطبت عليه وتركته. هو الآخر قبلني ومشى، راح غرفته جاب المصحف ونزل عند أمه يقول لها يا ماما سمي لي. ما حضرت ولا أنبت ولا عملت اللي ما ينحمل، خطبت عقله، وفي قيم كثيرة في هذا المقال حركت جواه أشياء ومعاني، ونجحت هذه المقالة والجو الحنون في أنها تدفع ليراجع حساباته مع صغر سنه، ووجد الخطأ فين وحط يده عليه وصححه. أنا أعتقد أن إحنا كلنا نستطيع أن نبتكر الكثير من الأساليب التي يمكن من خلالها أن نحسن من الشخص.